بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين. في حاجة بسيطة كده عايزة اوريها لكم تنفع جنب اي اكلة، لما يكون عندك بواقي عيش فينو او اي عيش توست تقدري تعمليه برضو جنب اي اكل كده. تقطعيه زي ما انت عايزة تقطعيه، تجيبي معلقة توم كبيرة مع معلقة سمنة، تدوبيهم في بعض، تقلبيهم في بعض جامد، تحطيهم على العيش اللي انت مقطعاه البواقي على الوش، وبعدين تحطي جبنة، اي نوع جبنة عندك، موتزاريلا، جبنة تركي، اي جبنة اي حاجة عندك، وبعدين زعتر فوق الوش، دخليها الفرن تاخد وش كده هوت ويطلع بالطريقة دي جنب اي اكل. طالما عندك بواقي عيش بدل ما بيترمى، بدل ما بيخسر ويترمى كده احسن. وكل سنة وانتم طيبين.